أين هي سوريا من العقوبات الأمريكية على إيران؟ بين أمريكا وإيران وما يدور بينهما، تبرز سوريا في الملف كنقطة ضغط. تضغط أمريكا بعقوباتها وتضغط إيران بوجودها الفعلي. هذا الضغط لاح أثره على أتباع إيران في سوريا وأيضاً على السوريين هناك. أهلاً بكم. تتوسع إيران في كثير من الدول العربية، تنشر مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، وتتدخل عسكرياً كلما أتيح لها ذلك. على الطرف الآخر، توسع الولايات المتحدة من عقوباتها على إيران مستهدفة القيادات الإيرانية وسياسييها، بالإضافة لقطاعات الاقتصاد والتجارة. فهل سيؤثر هذا على إيران في سوريا؟ 40 عاما لم ينحسر المشروع الإيراني على الإطلاق، على العكس، لقد امتد المشروع الإيراني رغم كل العقوبات إلى معظم الدول العربية في الشرق الأوسط وغير العربية، سواء في أفغانستان أو باكستان. إذن المسألة لا يمكن ربطها بالعقوبات الاقتصادية بالنسبة للتواجد الإيراني في سوريا. أعتقد أنه لا يمكن للإيرانيين أن يخرجوا من سوريا إلا بحل سياسي حقيقي أو صفقة إيرانية، صفقة روسية أمريكية. لذلك لا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ستؤثر على التواجد الإيراني، خاصة أن إيران تمرست خلال 40 عاما في مسألة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. العقوبات الأمريكية على إيران صراحة لا تؤثر على إيران في تواجدها في سوريا، بالعكس سوف تزيد إيران تواجدها في سوريا، سوف تزيد من تواجدها في العراق، في اليمن، لتعوض ويكون لها سوق مفتوح للالتفاف على العقوبات الأخرى من خلال رجال أعمال، من خلال تلك الميليشيات من عمليات النسب والنهب والسلب، من خلال عمليات الكبت لدى الشعب الإيراني في من خلال الجوع وكذا، لدفعه للتطوع ولدفعه في الدخول في الميليشيات التي ترفقها وترسلها إيران إلى اليمن وإلى سوريا والعراق. تضرر القطاعات التجارية والمصرفية جاء على خلفية إعلان الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط والمصارف وإلزام كثير من الدول بمنع استيراد النفط من إيران، كان آخرها الصين وتركيا، ما جعل الأسواق الإيرانية تعاني. كما أن الريال الإيراني وصل أدنى مستوياته عندما سجل هبوطاً وصل حتى 12 ألفاً مقابل دولار الواحد. حزب الله يسحب جزءاً من جنوده في سوريا ويقلص حجم تواجده، مبرراً أن هذه الخطوة جاءت بعد تحقيق الحزب لأهدافه من دخول سوريا، لكنه لا يبرر حملات التبرع التي تنتشر في لبنان وغيرها من الدول والأماكن لسد العجز، كما أنه صرح موظفين من وسائل الإعلام التابعة له مثل قناة المنار. أيضاً توقفت الميليشيات العراقية عن زيادة عناصرها في سوريا وخفضت من تواجدها هناك، وقام لواء فاطميون الأفغاني بتخفيض تواجده أيضاً لتتقلص القوات التابعة لإيران بفعل العجز الاقتصادي الذي تعيشه طهران. ولم تتوقف الولايات المتحدة عند هذا الحد، بل فرضت عقوبات على رجال أعمال سوريين على علاقة بإيران مثل سامر الفوز، رجل الأعمال السوري الذي يسيطر على معظم قطاعات الاقتصاد في سوريا، حيث فرضت واشنطن عقوبات على 16 شخصاً وكياناً يتبعون لمجموعات الفوز المتنوعة، حيث يملك الفوز شركات تجارية لها مقرات في سوريا وخارجها وتعمل في مجالات متعددة منها العقارات والبناء ومنها صناعات معدنية، كما يملك وسيلة إعلامية خاصة به هي تلفزيون لنا ومقره بيروت، ويملك الفوز سلسلة فنادق أهمها فندق فور سيزون في دمشق. وبهذا لا تقتصر العقوبات على المنتجات الإيرانية ونفطها، إنما على المتعاونين معها. هل يمكن لهذه العقوبات التعجيل بخروج إيران من سوريا؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أرحب بضيفي عبر سكايب من واشنطن مراح البقاعي رئيسة الحزب الجمهوري السوري، ومن طهران السيد فادي السيد مدير مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية. أهلا بكم ضيفي. أستاذة مرح، هل أثرت العقوبات الأمريكية على التواجد الإيراني في سوريا؟ نعم، العقوبات
تصرفات إيرانية تؤثر على كل الوضع في إيران، سواء في تواجدها في سوريا أو في اليمن أو في كل المناطق التي تحاول التدخل فيها. والحقيقة هذا ليس فقط محاولة، هي متداخلة في تلك المناطق، بالأخص في سوريا. العقوبات على إيران صاحب الآن عقوبات على سوريين يتعاملون مع إيران من أجل تمرير مشروع إعادة الإعمار من خلال التعاون مع شركات روسية وإيرانية. الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية هنا صمت تماما عن تجهيز هذا الموضوع ولا إعادة إعمار في سوريا قبل الوصول إلى حل سياسي في ما يحدث في سوريا ضمن قرارات جنيف والقرارات الدولية. الولايات المتحدة تستعمل الآن أمريكا ماشا عقوبات على إيران وعقوبات على سوريا مترافقان سوا مع بعض، وهناك قانون سيزر الذي يفعل الآن والذي عقوباته طويلة المدى على رجال الأعمال الذين يتعاملون مع إيران السوريين أقصد، والقائمة ظهرت منذ يومين، وعلى كل الشركات التي تتعامل مع إيران سواء في سوريا أو في مناطق التي تمتد إليها اليد الإيرانية. الولايات المتحدة مصممة على تجفيف وتصفير صادرات النفط الإيرانية، وكل من يفعل غير ذلك سيتعرض للعقوبات. أستاذ فادي، برأيك كيف تدير إيران مصالحها في سوريا بعد أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وسياسية؟ يعني ما مقصود بالمصالح الإيرانية؟ الآن إيران متواجدة في سوريا، متواجدة عسكريا واقتصاديا وفي أكثر من مجال، كيف توفق إيران من عملها في سوريا والقيادة الإيرانية في سوريا في ظل العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة؟ أولا بالنسبة إلى المصالح الإيرانية في سوريا، هو جاء التواجد الإيراني في سوريا هو جاء بناء لطلب من الحكومة السورية بعدما كانت هناك جماعة عربية فيها تحاول، وهذا ما شهدناه على مدى سنوات طويلة. وعندما جاءت على صعيد المستشارين ذهبوا إلى سوريا لمساندة الجيش السوري ولمساعدة الحكومة، هو كما قلت بناء لطلب بطلب رسمي من الحكومة السورية. وأما بالنسبة إلى المصالح السورية الاقتصادية وعلاقتها بالحظر الأمريكي، هو الحظر الأمريكي الذي فرض على الجمهورية الإسلامية جاء بناء لضغط على الجمهورية الإسلامية للخروج من سوريا. وهل تستطيع هذه العقوبات أو الحظر أن يخرج المستشارين الإيرانيين من سوريا؟ أنا أستبعد ذلك، لأن اليوم المشروع الوقوف الإيران مع سوريا هو أكبر بكثير من الحظر، والجمهورية الإسلامية اعتادت على الحظر الأمريكي وقبله الحظر الدولي، وتوج الحظر الدولي باتفاق نووي مع دول مجلس الأعضاء وتم إقراره بمجلس الأمن. يعني اليوم خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وفرض حظر جائر على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب المسلم في إيران، هو يأتي في سياق أكثر من سوريا وأكبر من، يعني الموضوع سوريا هو جزئي وليس كلي. أستاذ مرح، الأستاذ فادي يقول أن الوجود الإيراني كان بطلب رسمي من الحكومة السورية، الآن تتواجد هناك يعني ميليشيات وهناك قوى غير رسمية تتبع بقرارها لإيران، وهذا مبين بأكثر من مناسبة. كيف تتعامل أمريكا مع هذه الميليشيات والقوى غير رسمية الموجودة في سوريا وتتبع لإيران؟ سيدي، أصلا الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب تحديدا لا تعترف بالنظام الموجود في سوريا وتعتبره ساقط، ولهذا السبب تصطف وتساعد وتدعم المعارضة السورية بكل بساطة. فكيف يقول ضيفك أن يعني يشرع وجود الإيراني بطلب للدولة السورية؟ دوليا دول العالم كلها التي وقفت مع الصف الثورة السورية والمعارضة السورية تقول أن هذا النظام منتهي الصلاحية وأن هناك حقوق للشعب السوري،
يجب أن تؤخذ وتؤخذ بالعمل السياسي. بشار الأسد استقدم جيوش الأرض كلها وفي مقدمتها روسيا وإيران والميليشيات الموجودة تحت يعني التصرف من أجل طمع الشعب السوري، وما أدى بعد من سنوات إلى تهجير نصف الشعب السوري خارج سوريا. هذا يسحب الشرعية تمام من الدولة النظام السوري ومن كل ممارساته ومن كل طلباته. وعندما ستأتي حكومة جديدة بإذن الله بوجود المعارضة وبوجود الثوار الذين هم بدأوا حركة التغيير السورية، يمكن إلغاء كل المعاهدات التي وقعها النظام السوري. أستاذ فادي، أنت قلت أن هناك يعني طلب رسمي من الحكومة السورية، سميتها الحكومة السورية، هناك قوى غير رسمية وهي حجة أمريكا في فرض عقوبات على إيران بالنسبة للملف السوري. هناك قوى غير رسمية، غير يعني لا تتبع لوزارة الدفاع مثل فاطميون وزينبيون وألوية أخرى من العراق ومن لبنان وغيرها. يعني بماذا تفسر وجود هذه القوى، وكيف يعني هو الموقف الإيراني من وجودها في سوريا؟ أولا، الجمهورية الإسلامية في إيران تتعامل مع الحكومة السورية بأنها دولة وحكومة معترف فيها دوليا. وأنا أستغرب من ضيفتك بأنها تقول بأن دول العالم لا تعترف بسوريا وبالرئيس بشار الأسد. كيف لا تعترف وكأنها تعيش في عالم آخر غير الواقع الذي نراه؟ وهناك يعني قرولة من قبل دول عربية وغير عربية لإعادة فتح سفاراتها في سوريا. والتعامل اليوم الدولي إذا كان واقع أنه لا اعتراف بالحكومة السورية وبالرئيس بشار الأسد، يجب أن يخرج قرار من مجلس الأمن. هذا بالنسبة إلى القانون الدولي وإلى النظام الدولي، يخرج قانون مجلس الأمن الحكومة السورية ساقطة، ويجب أن ندعم المعارضة لتتولى زمام الأمور، لا تتفاوض مع الرئيس بشار الأسد تحت الطاولة وبالسر، وكذلك الأمر مع الحكومة السورية. والحكومة أو كما قلت أن الجمهورية الإسلامية هي تقف إلى جانب الحكومة السورية، وكذلك الأمر تدعم مواقف المعارضة بأن المواقف هي محقة ويجب أن تشارك في الحكم. أستاذ فادي، كنت سألتك عن الميليشيات الإيرانية أو التي تتبع لإيران في سوريا. أعود إليك بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل، حيث أجرى فريق الإعداد في برنامج المخطط استطلاعا للرأي في الداخل السوري. نتابع الاستطلاع بعد الفاصل. كثير تأثر الاقتصاد في إيران، والدولة انهارت اقتصاديا طبعا، وبالتأكيد صار إلى حد يعني من الامتداد في سوريا في الأراضي السورية على الشعب السوري، انخفض شوي امتداد الإيراني في سوريا. العقوبات الأمريكية أثرت على إيران وجودها في سوريا، وخاصة النفض ووجودها في سوريا و دعم لإسرائيل في ضرب منشآتها العسكرية داخل سوريا. أثرت العقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني، مما أدى لاحتقان الشعب الإيراني بقيام بمظاهرات، وقامت الحكومة الإيرانية بقمع المظاهرات بالقبضة الأمنية. بالنسبة للعقوبات الأمريكية على إيران، ليس لها أي علاقة بالتدخل الإيراني في سوريا. المخطط الإيراني مخطط صفوي فارسي يهدف إلى السيطرة على المنطقة. لا أعتقد أنها أثرت أبداً، بل ازدادت، لأن إيران وحلفائها من الحوثيين وحزب الله وهذا كلهم ينددوا بشعارات الموت لأمريكا، وهم في الزياد وهم أعداء للأمة الإسلامية. أهلا بكم من جديد. أستاذة مرح، أعود إليك، هل من الممكن للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أن تشكل حلا للوضع السوري بما يخص المعضلة أو المشكلة الإيرانية في سوريا؟ نعم، بداية دعني أجيب على ضيفك أن قال أن أنا يعني ما أقوله كأني غير موجودة في هذا العالم، وهو يقول أن النظام السوري يعترف به كل العالم.
فليقل لي أي سفارة موجودة من دول العالم موجودة الآن في سوريا يعدد فقط سفارات، طبعاً السفارة الروسية مفتوحة والسفارة الإيرانية مفتوحة لأنهما مختلان للأراضي السورية حالياً بسبب نظام الأسد. فيعني يترك لي الشرعية الدولية ضيقك أرجوك يعني ويشوف التمثيل الدبلوماسي الموجود في سوريا. نعود إلى السؤال أستاذة مرح، أتمنى أن تجيبي على سؤالي. السؤال اللي تفضلت فيه العقوبات ال ممكن تجيب السؤال ده فيه. هل ستشكل العقوبات الأمريكية حلا جزئيا لمعضلة الوجود الإيراني في سوريا؟ الضغط على إيران الاقتصادي سيوصل إلى حل سياسي، والرئيس ترامب قال ويقول دائما أن هناك إلى جانب الأوراق الاقتصادية أوراق عسكرية. إذا لم يفلح الحل الاقتصادي والضغط الاقتصادي الذي هو الآن في أعلى مؤشره يمكن بكل سهولة اللجوء إلى الحل العسكري. فالأمران موجودين على طاولة الرئيس ترامب. العقوبات الاقتصادية بدأت تثمر لكشف يد إيران عن محيطها، لأنه بكل بساطة التمويل غير موجود. ونحن نلاحظ الآن ميليشيا حزب الله التي هي عبارة عن مجموعة إرهابية على حسب التصنيف الأمريكي الآن تخفض من ميزانيتها، تقلل من وجودها في سوريا لأنه لا يوجد رواتب للموجودين في سوريا. أستاذ فادي، هل ما قالته الأستاذة مرح بتخفيض حزب الله لرواتبه ولوجوده في سوريا يعتبر أثر للعقوبات الأمريكية على إيران؟ لا، فينا نقول من ميلة تانية أنه تتحدثون عن حزب الله وعن الوجود الإيراني، وضيفتك تقول احتلال إيراني وروسي في سوريا، وهي تتجاهل الوجود الأمريكي والاحتلال الأمريكي الخارج عن الإرادة الدولية ومرفوض من قبل الحكومة السورية والتي تعتبر اليوم السلطة الرسمية والممثلة لسوريا في العالم. بالنسبة إلى حزب الله، حزب الله هو ليس مرتبط بشكل مباشر مع الجمهورية الإسلامية، وإذا كنا نريد أن يعني إذا كان يوجد عدد من العناصر لحزب الله في سوريا وتم تقليصهم إلى مثلا هناك 1000 تم تقليصهم إلى 700، هل انحلت المشكلة في سوريا برأيكم؟ أنا أستبعد هذا الموضوع، وأقول لك أن الإجراءات الأمريكية هي إجراءات لا تقدم ولا لا تثمن ولا تغني من جوع بالنسبة إلى القرارات. أستاذ فادي، الجمهورية الإسلامية الصفر بالوين من قبل على الموارد النفطية، لأن هناك الكثير من الحلول لدى الجمهورية الإسلامية وتستطيع أن تحل هذه المعضلة وتتجاوز الحظر الأمريكي كما قلت قبل، كما تجاوزته في الحقبة الأولى واستطاعت أن تحول هذا الحصار إلى انتصار، وأجبرت الولايات المتحدة الأمريكية بالجلوس على طاولة حوار وإقرار اتفاق نووي دولي. وهذا يعني أن اليوم الإرادة لدى الشعب الإيراني ولدى الجمهورية الإسلامية أكبر بكثير من الحظر الأمريكي وأكبر بكثير من ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وأضيف إلى نقطة أخرى، بأن اليوم لماذا لا نطالب بخروج الاحتلال الأمريكي من سوريا؟ أستاذ فادي، قبل غيرها من أستاذ الدول. فادي أريد أن نعقب على كلامك بأنه ليس كل الشعب السوري هو يرى في النظام أنه نظام شرعي، هناك من ثار عليه وهناك من طالب بإسقاطه، والكثير الآن خارج سوريا بسبب الأعمال التي شنها النظام وحلفائه. أستاذ مرح، يعني لماذا أمريكا تتحرك عسكريا وتضغط اقتصاديا باتجاه معين ولم يعني تحدد بأي بيان أو بأي مقولة يعني عقوباتها أنها تستهدف إيران في سوريا؟ سؤالك غير واضح. لم تحدد أمريكا في أكثر من هيك تحديد تصفير صادرات النفط الإيرانية، يعني جعل رقم صفر، يعني لا تصدير للنفط الإيراني الذي هو غذاء الدخل القومي الإيراني.
يعني هذا انتهى أو يقارب الانتهاء، وكل من يحاول أن يخرق هذا الحظر توضع عليه عقوبات، كما حدث أمس مع مجموعة الفوز في سوريا وعدد من رجال الأعمال والشركات التي تعمل في قطاع النفط والغاز من أجل تمويل محاولة تمويل إعادة الأعمار. هل تربطين العقوبات على رجال أعمال السوريين بالعقوبات المفروضة على إيران؟ طبعا هذه حلقة. الشركات التي تم وضع العقوبات عليها أمس هي شركات تتعامل مع إيران ومع روسيا وبالتحديد مع إيران، وقد استولت على منطقة كبيرة جدا من المنطقة التي تم تهجير سكانها منها، التهجير القصري اللي حدث لسكانها، منهم من اتجه إلى الشمال، منهم من غادر البلاد بحرا أو عبر الحدود. فهذا التهجير الذي حدث تم الاستيلاء على الأراضي، لأنه هذه الأراضي إلى أصحاب والأملاك إلى أصحاب، أصحاب خارج البلد ولا يمكن أن يعودوا الآن، ولن يعودوا إلا إذا تغير النظام، لأنهم سيتعرضون لكل أنواع القمع إذا عادوا الآن. فهذه الأراضي تم وضع يدها للشركات عليها، وهذه الشركات بتعاون كامل مع إيران وروسيا من أجل إعادة الأعمار. الولايات المتحدة تدخلت في الوقت المناسب بوقف عملية محاولة إعادة إعمار هذه المناطق عن طريق هذه الشركات التي تم وضع العقوبات عليها أمس. أستاذة مرح، الوقت المناسب الذي تتحدثين عنه، يعني هل يعني هناك معلومة أن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت شحنات من النفط الإيراني وصل إلى الشواطئ السورية منذ أيام قليلة؟ يعني العقوبات صار لها فترة طويلة وما زال النفط الذي قلت أنه صفر وصلت شحنات إلى سوريا. هذا ما أتحدث عنه تماما يا سيدي، أنت تجيب عني وأنا أجبت عن هذا السؤال بشكل آخر. هذه الشركات هي شركات إلى جانب إعادة الأعمار تتعامل بالنفط، قطاع النفط والغاز، وتحديدا شركات الأخوة الفوز الذين يتعاملون مع إيران في النفط والغاز. لذلك أرسلت الحكومة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب رسالة واضحة ورسالة رسمية طبعا لأنها عقوبات شرعية. أستاذ فادي، هل وصلت هذه الرسالة التي وجهها ترامب والحكومة الأمريكية إلى إيران وإلى القيادة الإيرانية؟ أعتقد بأن هذا الموضوع يعني فرض العقوبات على بعض الرجال الأعمال هو رسالة للجمهورية الإسلامية، استبعد هذا الموضوع، وهذا لا يليق يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليوم عندما تفرض الحظر على الجمهورية الإسلامية لا قيمة للتجار في سوريا بالنسبة إلى العلاقات الدولية. وإذا كنا نريد أن نتحدث عن تصفير النفط حسب ما سمعت من ضيفتك، هذا الكلام ليس بدقيق، لأن في الغد في يوم اللقاء الغد هناك قمة بين الرئيس حسن روحاني وما بين الرئيس الروسي بوتين، وهي ستتحدث عن التزام روسيا باستيراد النفط من قبل الجمهورية الإسلامية، وكذلك الصين أقرت وملتزمة ومصرة على استيراد النفط من إيران، وكذلك الأمر الهند، وهناك الكثير من الدول لا تزال مستمرة في استيراد النفط من قبل الجمهورية الإسلامية. إذن هناك متنفس لإيران خارج سوريا، إذن هناك متنفس لإيران خارج سوريا بالنسبة لمواجهة العقوبات الأمريكية؟ لم أسمع. إذن أنت ترى أن هناك متنفس لإيران خارج سوريا بالنسبة للعقوبات الأمريكية عليها؟ ليس هكذا الموضوع يقرأ، وإنما يقرأ من ناحية أخرى، أن اليوم عندما الأصل الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي ليس له علاقة بسوريا كسوريا، وإنما الأصل هو الحجة الذريعة الأساسية هو لحظة خروجه من الاتفاق النووي الإيراني. وإذا كنا نريد أن نتحدث على الموضوع بشكل مفصل، الرئيس الأمريكي أرسل رسالة مع الرئيس السويسري إلى الرئيس حسن روحاني عندما زار الرئيس حسن روحاني سويسرا، وقال بالحرف وطلب بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تبقى بالاتفاق النووي الإيراني وفقا لثلاثة شروط. ما هي؟ أولا عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ككيان غاصب لفلسطين المحتلة، وقف دعم حركات المقاومة في المنطقة،
والكشف على المنظومة الباليستية الصاروخية لدى الجمهورية الإسلامية. فكان الرفض من قبل الجمهورية الإسلامية بهذا الموضوع. يعني أن اليوم الرئيس الأمريكي، أقول لك بكل صراحة، لا ينظر إلى الشعوب وإلى الحرية وإلى الديمقراطية، وهذا نفاق وزيف من أوله إلى آخره. لأن اليوم السلوك الأمريكي في المنطقة هو سلوك واضح، والرئيس الأمريكي تحدث عن هذا الموضوع بإسهاب، لأن المصالح الأمريكية في المنطقة هي فوق كل اعتبار، ولا قيمة للشعوب العربية والإسلامية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية. هل الكلام الذي يتحدث به الأستاذ فادي يصل إليك أستاذ مرح؟ هل ما تقوم به أمريكا من عمليات في الشرق الأوسط وإيران، هل هو نفاق أم أنها عمليات مدروسة من قبل إدارة أقوى دولة في العالم؟ نعم، يعني بالفعل لا تعليق على ما قاله ضيفك. لا أريد يعني تعليق أستاذة مرح، أريد تعليق. لا يعني لا تعليق بمعنى هو التعليق، لا تعليق ولا تعليق، أنه يتحدث عن الديمقراطية ويستغرب الديمقراطية في أمريكا. يبدو الأخ لم يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويعرف الحياة الديمقراطية هنا، ويرى ويتأكد أن الشعب الذي ينادي بالديمقراطية هنا يطالب بها في كل أنحاء العالم، لكل شعوب العالم. أصبحت الفكرة واضحة أستاذة مرح. أسمح لي أن أقول، التدخل الأمريكي حدث في سوريا بعد التغول الإيراني الروسي، وحدث في منطقة معينة من أجل القضاء على داعش، المنظمة الإرهابية داعش. أصبحت الفكرة واضحة أستاذة مرح، أعتذر منكما على ضيق الوقت، شكرا لحضوركما. كنت معنا من طهران الأستاذ فادي السيد، مدير مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، ومن واشنطن كنت معنا الأستاذة مرح البقاعي، رئيسة الحزب الجمهوري السوري. في ختام الحلقة أشكر ضيوفنا الكرام، وأشكر حضوركم سادتنا المشاهدين. الشكر موصول لفريق العمل. يمكنكم متابعة الحلقة على موقع قناة حلب اليوم أو على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المبينة أسفل الشاشة. دمتم بود.